نبدأ نتكلم عن البايوتكنولوجي، أول حاجة بناخد تعريف بسيط للبايوتكنولوجي، يعني in general يعني إيه بايوتكنولوجي؟ بايوتكنولوجي من اسمها بايو وتكنولوجي، هنقسمها اتنين. بايو يعني أنا بستخدم حاجة أورجانيزم، لايف أورجانيزم، زي إيه؟ زي الأنيمال، زي البلانت، زي المايكرو أورجانيزم أو الإنزيمز بتاعتهم. تكنولوجي يعني في التكنولوجي، بستخدم الكائنات الحية دي في التكنولوجي، زي في التكنولوجي في الصناعة، إن أنا بستخدمه في الصناعة. يبقى انا بيكون عندي بايو سبستريت، السبستريت ده عن طريق بايو كاتاليست، يعني حاجه محفزه بس حيه من اسمها من بايو عشان تديني برودكت. بعد كده انا بعمل ريكفري برودكت، ده باخد البرودكت ده اعمله بيوريفيكيشن، اعمله ايزوليشن علشان اقدر ان انا استخدمه. هو ده بمعنى بسيط يعني ايه بايو تكنولوجي، هو استخدام الاورجانيزم في الصناعه او في التكنولوجي. طيب عندنا المودرن بقى بايوتكنولوجي، يعني البايوتكنولوجي بالمفهوم الحديث هي ايه؟ هي الابلايد مايكرو بيولوجي اند فيرمنتيشن، ان انا بستخدم المايكرو اورجانيزم بالذات في البايوتكنولوجي وفي الفيرمنتيشن. طيب مثال لكده ايه؟ موديفيكيشن اوف كلاسيك ميتابوليزم في ايثانول فيرمنتيشن، ان انا مثلا كان عندي الجلوكوز باستخدام اليست اللي هي الخميره بصنع بيه الايثانول، او ممكن اصنع بيه الجليسرول. كمان مثال تاني زي الانايروبيك دايجستشن اوف ويست باي مايكروفلورا، ان انا عندي الاورجانيك ويست او الحاجات المخلفات اللي عندي باستخدام المايكروفلورا اللي هي الاورجانيزم، ممكن تصنع لي البايو جاز. البايو جاز ده زي الميثين والكربون دايكسايد، الميثين ده هو اللي بستخدمه، هو غاز بستخدمه في الصناعه. الصوره دي بس بتوضح لي ازاي بستخدم البايو المودرن بايوتكنولوجي في استخدامات كتير، ممكن استخدمها في الزراعه، ممكن استخدمها في الطب، في المعامل، ممكن في تحضير كوزماتكس والبرفيومز، ممكن في التشخيص وفي الفارماسيوتيكال برودكتس. ايه هي المصادر اللي بعتمد عليها في البايوتكنولوجي؟ عندي مصدرين اساسيين. اول حاجه الكالتشر، الكالتشر دي اللي بيكون فيها الاورجانيزم اللي انا هستخدمه اذا كان مايكرو اورجانيزم او بلانت او انيمال. والحاجه الثانيه الرو ماتيريال اللي هو ببدا بيها التصنيع بتاعي. الرو ماتيريال دي زي السبستريت، بنسميها السبستريت. طيب المايكرو اورجانيزم بحصل عليه منين؟ يا اما بيكون ستاندرد مايكرو اورجانيزم بجيبه من شركات مخصوصه بيكون ستاندرد، او ايزوليتد يعني بعمله ايزوليشن من اماكن معينه عشان ابدا احصل عليه وازرعه عشان يحول لي السبستريت لبرودكت. نبدا نتكلم اول حاجه في البيولوجيكال ريسورسز عن المايكروبيال كلتشر. المايكروبيال كلتشر او المايكرو اورجانيزم هو ده اللي بيهمني في الصناعه الحديثه زي ما قلنا او في المودرن بايوتكنولوجي. ليه صفات معينه لازم تكون موجوده عشان ابدا اشتغل عليه او ابدا استخدمه في البايوتكنولوجي؟ اولا لازم يكون السترين اللي بستخدمه ده بيور. تاني حاجه جينيتيكال ستيبل، ما يكونش كل شويه بيغير من صفاته. كمان نقدر ازرعه بسرعه، بيبدا يكبر بسرعه، grow rapidly، يكون easily cultivated and maintained، سهل جدا ان انا احصل عليه، ان انا ازرعه، ان انا اخزنه او اعمله storing. كمان ان هو بيشتغل under simple conditions، يعني ما يكونش الconditions اللي محتاجها to grow يكون معقدة، يعني الميديا بتاعته تكون سهلة، ال pH، الاكسجين، temperature اللي بينمو فيه، كل دي بتكون simple conditions اقدر انمي فيها الاورجانيزم. طيب سادس حاجه ان هو يديني هاي ييلد اوف برودكت، يعني يكون بيديني برودكت بكميات كبيره، ويكون ان البرودكت ده اقدر ان انا اعمل له ريكفري بسهوله، او ان انا احصل عليه واشيله من الميديا بسهوله وانقيه كمان بسهوله. طيب المايكرو اورجانيزم اللي اتكلمنا عليه ده بقى لازم نقدر ان احنا نعمل له مينتننس عشان في اي وقت اقدر اخده واعمل عمليه البايوتكنولوجي اللي احنا بنتكلم عليها، وان انا احصل على برودكت. ازاي اعمل له مينتننس؟ عندي ست طرق للمينتننس. اول طريقه واكتر طريقه سيمبل هي الريفريجريشن، ان انا بحطه في التلاجة عند درجه 4، ولازم ساعتها ان انا اعمل له سب كالتشرنج كل شهر، يعني كل شهر ابتدي اجدد العزلات اللي انا واخداها. تاني طريقه هي السبوز ان ووتر، يعني السبوز دي اللي هي بتطلع الاورجانيزم بعد كده، ان انا اخزنها في الميه او احطها في الميه، بس عيب من عيوبها ان ممكن يحصل لها جيرمينيشن. طيب تالت طريقه هي اللايفولايزيشن او الفريز دراينج، ودي تعتبر من افضل الطرق ومن اكتر الطرق انتشارا. الفريز دراينج انا بحطها في فريزر عند درجات معينه.
وبيكون بتكون دراي، يعني متشال منها كل المية اللي موجودة، فساعتها بتكون لايفولايزد. كمان في طريقة رابعة اللي هي اندر ليكويد نيتروجين، بس ده لازم يكون في درجة حرارة ماينس 150. دي طبعا طريقة سريعة. في طريقة كمان اللي هي فريزنج ان جليسرول، ان انا بحط السترين بتاعي في جليسرول بنسبة معينة وبحطه في فريزر ماينس 17 ديجريز. واخر طريقة هي السويل كلتشر، وده بيكون في الروم تمبريتشر. يبقى دي الست طرق من طرق المينتنس بتاعت الكالتشر اوف مايكرو اورجانيزم، وقلنا افضل واحسن واشهر طريقة فيهم هي اللايفولايزيشن. تاني مصدر من مصادر البايوتكنولوجي هي الرو ماتيريال، هي دي اللي بعتمد عليها برضو في التصنيع، او بنسميها سبستريت. طب ايه بقى الكاركترستكس بتاعتها؟ اول حاجه انها لازم تكون الرو ماتيريال رخيصه وسهل الحصول عليها، افيلبل، مش صعب ان انا اجيبها او مش تكون غاليه. تاني حاجه انها تكون سهله في النقل وسهله في التعقيم، easy to transport and sterilize. تالت حاجة تكون ليها ديفينيت كومبوزيشن، يكون معروف زي الكربون النيتروجين الميتلز الموجودة فيها اللي بيكون محتاجها الاورجانيزم علشان يصنع البرودكت. كمان رابع حاجة ان هي تديني ماكسيمم ييلد اوف برودكت، يعني تديني برودكت بكميات كبيرة لان هو ده المطلوب للصناعة. واخر حاجة عندي ان هي ما تعمليش مشاكل ديورنج الفيرمنتيشن او في البرودكت سبريشن او في الويست ديسبوزل لما اجي اتخلص منه بعد كده. طيب دلوقتي هنشوف ايه مصادر السبستريت الرخيصه اللي ممكن تستخدم في الصناعه. طبعا احنا عندنا اهم سورسز ممكن نستخدمها تكون تديني شوجر، تديني نيتروجين، تديني مونوساكرايد، لاكتوز، جلوكوز، فركتوز. الحاجات دي كلها بنستخدم لها سبستريت تكون رخيصه، ومعظمها بتكون نباتيه او متاخده من نباتات، وهي دي سر ان هي رخيصه. زي ايه؟ زي الستارش، زي الشوجر كان وشوجر بيت، السيلولوز والليجنوسيلولوز والموليسز، دي كلها بتكون سورسز اوف شوجرز زي الجلوكوز وزي الفركتوز. الواي بيكون سورس اوف لاكتوز. اما النيتروجين فممكن نحصل عليه من مصادر متعدده برضو سعرها رخيص، زي الكورن ستيب، زي اليوريا والامونيوم سولت. اما المونوساكرايد ممكن نحصل عليه من الجرينز الموجوده اللي هي الحبوب زي الرايس، الويت، الميز اند بوتيتو. دلوقتي هنتكلم عن ازاي نعمل امبروفمنت للكواليتي والكوانتيتي بتاعه البرودكت، ازاي نطور منهم بحيث يديني افضل واكبر كميه من البرودكت. اول حاجه في حاجه اسمها الابستريم مانيبيوليشن، ودي خاصه بالسترين نفسه، السترين ديفلوبمنت، يعني ازاي نطور من السترين عشان نحصل على كميه وبرودكت افضل. والداون ستريم بروسيسنج ده اللي خاص بالكونديشن او البروسيس نفسها، يعني عندي نوعين من انواع الامبروفمنت، حاجه خاصه بالسترين وحاجه خاصه بالبروسيس او الامبروفمنت. اللي خاص بالسترين بنسميه الابستريم، والخاص بالعمليه نفسها والكونديشنز اللي بتستخدم في البايو تكنولوجي بنسميها الداون ستريم بروسيسنج. بالنسبه للابستريم مانيبيوليشن اللي هو خاص بالسترين، ازاي اعمل امبروفمنت للسترين؟ اولا ان انا اختار افضل بايو كاتاليست، يعني افضل سترين ممكن يديني البرودكت ده. تاني حاجه يوزن ميوتيشن فور بيست كاركترز، ان انا اعمل ميوتيشن في السترين ده عشان يديني افضل صفات تخليني احصل على احسن برودكت. تالت حاجه ان انا استخدم جينيتيك انجينيرنج علشان اعمل ريكومبايننج دي ان ايه، يكون في الجينز ايه اللي تديني برضو افضل برودكت. رابع حاجه ان انا استخدم السيلف فيوجن اللي هو ان السيلز تمتزج ببعضها عشان احصل برضو على افضل برودكت. واخر حاجه ان انا استخدم البلانت سيل والتيشو كلتشر علشان اطور من السترين اللي عندي عشان يديني برودكت جيد. دلوقتي هنتكلم بقى عن الداون ستريم بروسيسنج الخاص بالعمليه وبالكونديشن نفسها بتاعه البايوتكنولوجي. طيب ازاي؟ اول طريقه ان انا اعمل اوبتمايزيشن للفيرمنتيشن كونديشن، يعني اوفر احسن الظروف للفيرمنتيشن. يعني مثلا الساكرومايسز اللي هي الخميره مع الهكسوز، لو الكونديشنز دي كانت ايروبيكلي بتديني البيكرز ييست، لو الكونديشنز كانت انايروبيكلي بتديني الكحول، لو كانت انا ايروبيكلي بس حطيت باي سلفايت هيديني جليسرول. يبقى انا معنى كده ان انا قدرت اعمل اوبتمايزيشن للكونديشنز عشان الساكرومايسيس تديني برودكتس مختلفه. تاني حاجه ماثيماتيكال موديلنج فور فيرمنتيشن بارامترز، ان انا احسبها كويس جدا بالطرق الهندسيه عشان احصل على فيرمنتيشن بارامترز جيده.
تالت حاجه ان انا اطور من البايو كاتاليست افشنسي زي ما قلنا، ورابع حاجه ان انا اعمل ميثودز كويسه جدا للسيبريشن والبيوريفيكيشن للبرودكت اللي طلع عندي بعد عمليه البايو تكنولوجي.